بالمناسبة أنبه إلى قصة مكذوبة مختلقة مصنوعة منسوجة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قصة قتل ابنته، هذه القصة الطويلة هذه كلها مفتراة على عمر بن الخطاب، ولم تكن قريش في واقع الأمر يقتلون البنات. قريش ما كان عندها وأد البنات ولا قتل الأولاد، بل إنهم كانوا يفاخرون بكثرة الولد من الذكور والإناث، وكان للمرأة في المجتمع القرشي مكانة ومنزلة ورأي، كان لها رأي ومكانة ومنزلة وحتى مشاركة في القرار في مكة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله يعني أكد مكانة المرأة وبين منزلتها عند الله سبحانه وتعالى.